ما الذي تنتظرونه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في ألعاب زنقة النسخة الخاصة تجريبهم الحلقة التاسعة. حدثت ما حدث، يا ما زال التجريب مستمر، ما زال الماراثون مستمر، وإن صار في عرقلة الحلقة السابقة، ولكن إن شاء الله بنصلح العرقلة دي بعد كم من أسبوع. ولكن الحين نبدأ باختبار الألعاب. فأول لعبة الفسيلة الأخيرة من بيري أسامة أو سام ديف ستوديو. الصفحة نقدر نلعبها أونلاين على البراوزر، which is good للمختبرين في زنقة. صور، فيديو، تعال. أوه ما شاء الله، هذا تعبان على الصفحة. He put good amount of effort إنه يعمل صفحة زي الناس، يعني طريقة اللعب والصور وجايد وكل شيء. نعدل موقع الميكروفون لان حسيت اني ما لازق. ملاحظه، يمكنك تسريع الوقت في الزر الاعلى اليسار قد لا يظهر بشكل جيد في حال اللعب على المتصفح. اللعبه الفسيله الاخيره سرفايفل، تم تطويرها 3 ايام، تستطيع العيش لاطول فتره ممكنه. الانطلاق من فسيله واحده، مصنع نضال. ما كنا نعيش في مزرعه صغيره بجانب مجموعه من الغيلان، كان كل ما يشغلهم هو مصانعهم القذرة وإفساد كل ما في طريقهم. كويس إنه يحط كاركترز في الجيم عشان تكون واضحة للاعب. This is the villain, this is the heroes, this is the goal. Game design stuff. حتى جاء اليوم الذي هجموا فيه على مزرعتنا وأفسدوا فيها كل شيء ولم يتركوا سوى فسيلة صغيرة كانت تخبئها جدتي. تساءلت ما يمكن لهذا الشيء الصغير أن يحدث من تغيير، ما الذي يمكن أن أفعله؟ فالحالة الصحية، مؤشر الطاقة، يمكن تسريع الوقت بالضغط هنا، بقى الجواجب تزيد من نسبة التلوث، تحرك استعمال الفار، الجواجب التي تكون في المساحة الخضراء تختفي تلقائيا، سعر كل فسيلة، فكرت عندك فسيلة واحدة بتسوي فيديو جيم، نسبة التلوث. Alright, let's go to the track. فنقدر نأصل حول اللعبة. يعطينا مين الفكرة؟ برمجة الطبيعة بيري أسامة، تصميم ساني سايد أسيتس باك، owned by سام ديف، بيري أسامة again. فهنا الكريدت من الأصوات والأسيت. Let's start the game. Oh, I forgot to start timer. Give me a second. Okay, we are back. فنفس القصة اللي قريناها على البراوزر. ادري اذا تشوفونها قبصر على ان ما ادري مع الوقت وانا قاعد اختبر كل الالعاب دي صرت اشوف نفسي اقاسر اسرع 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 لان احاول اختبر 6 العاب في كل فيديو. فخلينا نسرعها في النص ما دام اللعبة شكلها سرفايفل، يعني بيجي هجومات من كل جهة. هل احتاج اسقيها او something؟ Nothing? What can I do? Should I just drink my coffee and shut up? فجأة الميوزك تغيرت. اوكي الحرب اوتوماتيكية. Which is fine. عادة تكون مور فاين لما يمديك تعمل بروجريسيف كمان equipment stuff. ما ليش عندي فلوس، خليني نزرع واحدة ثانية بس النوع الثاني. ما ادري، احس انه ما يمديني اسوي شيء غير اني اسرع الوقت، which is why تسرع الوقت موجود. اوكي النبتة الاولى تعطيني بدور تزيد طاقتي، اوكي او تعطيني فروت something. مفهوم، ما ابتعد واجد. أه
هل في شيء زيادة أقدر أسويه؟ هل أقدر أزرع نباتات تهجم؟ هل أقدر أعمل مدافع؟ Because this seems like أنا الحين ما قريت التعليمات أو نسيت التعليمات، وش فائدة كل نبتة؟ So it will be nice لو اللاعب في طريقة يعرف المعلومات في داخل الجيم نفسه. وثانيا في وقت كثير فقط لزراعة البذور. It will be nice لو في أمور ثانية تقدر تسويها، بناء جدران، بناء مدافع، تصليح الجدران، تصليح المدافع، تجميع موارد، something. Oh boy. يضرب فيني أنا لأن hey. بحتفظ بقية الفلوس، ما ادري وش الفرق بين اللحم والاصفر. اقدر ارجع اقرا التعليمات. هل أقدر أتجاوز ضربتي؟ يا الحبيب، هاي عيب شوي ونطير. ففي عندي 55 لسه حالي هنا، اقدر ازرع ثنتين، واحدة عادية واحدة بدل ما ازرع واحدة كبيرة. انا والله ما ادري شو الفرق. دجاجة؟ وين جد دجاجة؟ اوش ايه جيم، الله يرحم عليك، شكلي بضحي بالشجرة الكبيرة. المشكلة ضربته القبر، فداك خليت اخر واحد، قلت خليني اشوف اذا اقدر اتجاوز هجماته. المزعج في الموضوع ايه لما الشخصية ما تتحرك في المكان اللي تبيه عشان تهجم على الوحش. Can I take the skulls? Can I do anything? Is there anything I can do other than this? آخر جولة نلعبها. No, have a cow. لا بنجيب العيد الجولة.
على طول لف ضربني. اه طاقتي ما تعبى بين جوله وجوله. هذا كسر واحد من الاشجار اللي كانت تأدي لها شيء. واحد ضخم ثاني جميل. Alright, and there you go. انتهى وقتنا للأسف. فجاء وقت نهاية الجيم. خليني أعبي طاقتي وأطلع من الجيم. خليني أشوف إذا في مي... الدجاج يعطي أمور. ما في منيو. لعبة براوزر. So let's فخلينا نشوف التعليمات من جديد. اللعبة والله رائعة يعني ما انكر. It's fun to play. مفروض اصح اللعبة. ابي اقرا التعليمات المرة اشوف. وكلعبة جام شيء متوقع انه ما يمديك تعمل الكثير. ما شفنا المصانع دي. فيمكن ما دي ما وصل المرحلة دي. فخلينا نشوف. دورك الشجرة هذي تقلل الحماية عالية ضد الهجومات. يعني هذي زي الجدار. كل ثمرة تزيد نقاط الحياة. كل ثمرة تزيد نقاط الحياة. فدي تعطي طاقة أقل، هذه تعطي طاقة أكثر. زيادة المساحات الخضراء يجب الحيوانات بشكل مصدر غذاء جيد. جميل جميل. الجماجم اللي تكون في المساحات الخضراء تختفي تلقائيا مع الوقت. بقايا الجماجم تزيد من التلوث. اوكي هذا ميكانيك مثير للاهتمام. لما الوحش يموت الأفضل يموت تحت شجرة، وإذا ما مات تحت شجرة الأفضل تزرع الشجرة تحت الجماجم ولا التلوث يزيل الحالة. So well done well done. You considered making a game mechanic. هذا يعني خليها حالة كان عربي. يعني المطور عمل ميكانيك غريب بس مثير للاهتمام بحيث يعطي اللاعب تاكتيك، يعطيه خيارات. هل يزرع في مكان مناسب ولا يحاول يخفي الجماجم؟ وهذا الجيم بلاي والتنافس يعني اعطاء اللاعب قدرة على استخدام مهاراته باعطاء خيارات متعددة. ف well done well done. هذا الجيم ممكن يطور عليه وممكن يخلي اللاعب بيصير انه طموح يعمل شيء اكثر، يعني يعطيه مور تولز مور اداء مودة. And you can make a real game and sell it on Steam. ما اقدر اعطي اشياء اكثر. الرسومات جميلة، التحكم ممتاز. الشيء الوحيد اللي خزبه ان المكان الشخصية بعض احيان يروح ورا العدو بدل ما يضربه. يمكن مهارتي انا اطلق بس ممكن تصير مزعجة مع الوقت، خصيصا غلطة الشاغب الف. يعني واحدة من اكبر المنافسات للجيم ان عندك واحد فقط يهجم، فصعب تعمل بروجريشن قدام بدون ما تخلي في امور ثانية تساعد على تعطيل الوحوش او قتالهم. يعني فيمدي في المستقبل يعمل ميكانيك جديد على حسب اللي في راسه. انا ما ابي اعطي افكار، انما البلاير نيد تو هاف مور ستاف عشان ياخر الاعداء او يضررهم. I believe إذا تبي اللعبة تستمر مراحل أطول، إذا اللعبة ما يكون بس ساعة واحدة وإنما يلعب عدة أيام. الشخصية لحالة ما يقدر يقضي على 100 غول على قولتكم. ما أدري شو It seems like a goblin for me but anyway ما يقدر يحارب 100 goblin for one wave. Well done well done and hopefully لقيت الالعاب من اختبار اليوم نفس المستوى. الصفحه بعد ما تؤمن عليها. سو هذا الشيء يراوي المجربين اللعبه في افورت موضوع في اللعبه. سو اكيد بيختبرها قبل ما يختبر اللعبه. الصفحه فاضيه ما فيها شيء. سو well done. Next game. Next game اسمها Roots او جذور من اماريسيوس او جيم ديف لاب. الالوان والشيدنج اللي ضاع جميل والله.
وفي بانر في الخلفية. So it's nice, nice. لعبة جيرو هي لعبة الغاز حيث يجب تجد البدرة وتزرعها في المكان المناسب حتى تفتح لك بوابة إلى المراحل الثانية. ومن يدري وما تجد كنز بالنهاية. أوكي. فجودي البجيتي I sorry I don't know how to read this name. ديما البغيتي عن سبب شكلهم وعمر أوه واو كلهم عيلة. فثلاثة يشتغل عليه one team very nice. وهنا الكريدت شكل اللينكات الطويل شوي مزعج. لو عاملين هايبر لينك يكون شكلها أحلى زي كده. واسم المثال ستون بيلر هو الهايبر لينك but it's alright. لأن شوف يعني عدة لينكات معبي المكان بس حصل خير. فورس باكجراوند فورس امبيانت و لايسنس بابليك دومين. اوكي let's try the game. Roots of evil of Godot بعد عشان لا الناس تقول Godot ما تقدر تسوي 3D. Is this a real image ولا it seems like a real image. Vast space تفاعل او cutscene maybe. الصوت منخفض بس خليني نرفع شوي. اوكي خذ البدرة اوه بوي صعب اني اعرف موقعه لما يقفز لانه ما عملوا ظل للشخصية لما يقفز. فالافضل يحطون بالذات انه فيها بلاتفورمينج بازل الافضل يحطون ظل للشخصية لما تقفز عشان الواحد يعرف وين موقعه بال الاعراب. اوكي ايوه في كأن جسر هنا بس ما it's a little bit confusing the dimension. ايوه والله وصلنا بالصدفة. افتح لك بوابة. تو قلتوا يا عيال لعبة الغاز بس مو كده. anyway غاز من يمين الغاز. اوه that's it. what a shame. I was hoping for much more but what a shame what a shame. بس يعني الحمد لله. شغل 3D على 2D والشخصية وستف يعني there is interactivity بس يا تجربة وإن شاء الله تعلمتوا منها الكثير. أنا في الحقيقة أعتقد كان المفروض أستخدم الشجرة عشان العبور بس أنا عبرت بدون ما أستخدم الشجرة لأن ما أدري وش الشجرة صوت أصلا. ضوض المكان maybe. اوه لما تترك الشخصية ما يسوي شيء. نوب it's a glitch او bug. I don't know this is unfortunately يعني not finished. It's just one stage one tutorial stage بس anyway اعتقدوني الظل بيساعد الواحد يعرف وين المكان. تحتاجون تطورون من قدراتكم لتطوير المراحل بشكل اسهل عشان تقدر تطلع مراحل بشكل اسرع. سو انا عندي احساس اني يعني مخيله كده انه عانيتوا عشان تعملوا المرحله دي which is alright للتعلم. وهذه وظيفه الجام انك تحاول تسرع عمليه الانتاج وتشوف وين توصل. وبالتوفيق hopefully see a real puzzle game from your team. So next game,
next game اسمه Implant Mission The Lost Tree من هيت ميهانا and Green Venom 77. الصفحة ما فيها الكثير ولكن الألوان جميلة، الخلفية مناسبة للصورة، so very nice. في مستقبل بعيد وبعد سنوات من ادخلت مصانع التلوث البيئي، اختفت المسطحات الخضراء من بقاع الكرة الارضية وتبقت فقط الصموم، ولكن تكتشف مخطوطات تتحدث عن وجود امل اخير في بلاد بعيدة. في بلاد بعيدة لتخوض مغامرة لاسترجاع الامل فيها انت مستعد لتلك الغرسة. احتمال صار لي ابديت بعد الجيم جام، للأسف انا ما عندي، ما بحث وش الالعاب اللي طلعت في الجيم جام وش الالعاب عشان انوه بالشيء ده، لان تفرق اذا تشتغل تحت ضغوط الجيم جام ولما تشتغل بعد الجيم جام. بس anyway خلينا نجرب العربية. اسمي وات، ليش الاسم باسويد معمول؟ why is this؟ مهمة الغرسة، الشجرة الأخيرة، عاملين روين، بدل اللعبة، الإعدادات، نقدر نرفع الصوت، البرفورمانس مالهم. فاا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 
اكشلي هذا رد عليه في كم من فيديو عندي. وهاتم ميهانا تيم ليدر ليفل ديزاين اند بروجرامر. ففي ثلاثة اشتغلوا عليه. Let's give it a try. فنشغل التايمر. في مستقبل مظلم مليء بالتلوث والأبخرة السامة. لازم أضغط يعني. Go on. الناس يعانون من أمراض خطيرة ولم يتم العثور على علاج لها. لم يبقى أملا ولم تبقى حياة. تقول الأسطورة إذا غرست هذه الشجرة في هذا المكان سيتغير العالم وستعود الحياة. هل أنت مستعد لهذه الغرسة؟ هل أنت مستعد لهذه الغرسة؟ هل أنت مستعد للمغامرة؟ maybe بس مستعد لهذه الغرسة قدوم جيسوس يعني. اوكي في شوي ديلي في التحكم لما تترك الكيبورد تظل الشخصية تمشي شوي but hopefully it's fine we will see about that. ماريو في شوي ديلي لما توقف بس هذا اللي يخلي الجيم تعتمد على السكيل لأن لو توقف فجأة it doesn't work so يعتمد الشيء على التحكم نفسه على تصميم اللعبة نفسه. تبي نروح قط بحر يعني نقط بحر يلا. اه لحظة ما يمدي نقط روحي بحر. اه اوكي اوكي الشخصية يمدي تسبح. انا جاء كلامه وطيرته بالغلط فما ادري وش كان يقول لي. ما ادري انا قاعد العب اللعبة يعني قاعد تبي الطريق الصح ولا رايح السهم اعتقد يقول المفروض اجي هنا. اوكي احمل الحجر اف كني انا شفت حاجة زيها من قبل and اوه يعني ما اسده يعني اظل حاملين يعني بس كيف اعمل سترايف عند الحاجة اختفى. اوكي this is Sparta. I have no freaking clue what I should do. You know what? Cool حجر خليني اروح انط. الحجر ما له داعي. And تمثال اخترقه.
نسى ما يحط الماسك الكولايدر حقه. الحمد لله انا ما اتعامل مع فريدي فما عندي المشاكل دي. اعتقد ما في ميوزك في الجيم. وغريب ان تندفع بالاي، ليش ما تندفع بالاف مثلا؟ اه بالشيفت اقصد. يا لازم ندفع. That was freaking clues. لقد وجدت شجرة الآن أنا بحاجة لزرعها في طار الكلام. أوكي وين النار؟ مو الناس المفروض ياخذون فسيلة من الشجرة أو جذع من الشجرة أو something عشان ما المفروض تخرب الشجرة وتنقلها لمكان ثاني؟ بس anyway لقد فتح باب السحابة. أعتقد أن يجب أن أخلاقها، يجب تفعيلها. I'm not sure what to tell you, but I'm getting bored already. وش معنى لقد فتح باب السحابة؟ أعتقد أنه يجب تفعيلها. تفعيل إيش؟ تفعيل الشجرة؟ تفعيل البوابة؟ تفعيل السحابة؟ I'm not sure what's going on here. I give up. I have no idea what to do. I give up. ما ادري هل في طريق قدام؟ maybe يمكن الشجرة ينبلى وديها قدام. No, I don't know what to do. So yeah, يعني في اعتناء في الجيم من ناحية الهاد ومن ناحية المنيو، بس الجيم بلاي للأسف واحدة من أكبر المشاكل اللي أقدر أشوفها في الجيم. مشكلتين تقريبا إلى مش ثلاث. المشكلة الأولى ما فيها ميوزك، اللاعب يمل، اللاعب ما في شيء يخليه متفاعل باستمرار. المشكلة الثانية there is not a lot to do. في فخ نيران واحد and الحجر ما يسد. سو تصميم اللعب، تصميم المكان ما كان جيد، كان سيء، فما تعطي اللاعب احساس انه قاعد يسوي اي شيء. القفز في البداية it's alright وان كان شوي طول، ولكن it doesn't feel you're doing an adventure. You're not fighting with a sword. ما قاعد حرب سيف، ما قاعد تستخدم ماجيك، ما قاعد، ما في اداء. And ما في حتى فخاخ او اشياء تنط عليه او بلاتفورمينج. So من ناحية جيم بلاي ناقص. المشكلة الثالثة الاشياء اللاعب اللي يقدر يتفاعل معاها ما هي واضحة. ما في هاندلرز. عادة في التصميم تحتاج تعمل في التصميم شكل الشيء واضح انه تقدر تتفاعل معاه.
which is a skill في التصميم نفسه يعني مش موجودة في الجيم ده. يعني مثلا الحين انا انحب السنة ما ادري وش لايك ما شايف اي شيء اتفاعل معه ما ادري وش القصة يعني. فحتى الشجرة ما يشكلها انه شيء مميز ان تقدر تفاعل معها. How to fix that؟ انا ما انا رسام ما انا ديزاينر فللأسف شديد ما اقدر ارشد كيف تصلح الشيء ده. انا لو احاول اصلح الشيء ده في جيم اشتغل عليه راح بقنع عنه يعني. ف يا 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 واضح ان الجيم يحتاج مزيد من الوقت مزيد من الاختبارات. اتنيد الله اوف ورك. حتى لما كنت امشي في الماي ما كنت ادري وين المفروض اروح. انا ما قاعد استسقي من العمل نفسه انما اقول the game is lacking. عمل العالم ده ضخم. نسيت المكان ده. It didn't feel good. يعني للأسف شديد this is the only platforming place and المكان نيران ما أكلم عنه. The gameplay نفسه didn't feel good. ف بالتوفيق للألعاب الثانية. Hopefully تعلمتون كيف تعملون يعني أساسيات للجيم وhopefully you'll hopefully إنكم تستغلون عمل ألعاب أفضل. فnext game اسمه رحلة العطاء من عمر أشرام أو وصالح عوادة. فكرة اللعبة هي عبارة عن لاعب بمنظور الشخص الأول يشتغل ثلاثة عتبات تغرس فيها قيم مساعدة الغير وقيم الإيجابية والتأثير التفاعلي والتأثير الفاعل في المجتمع من خلال أفعال قد تبدو بسيطة لكنها تشكل عادات إيجابية يكون لها أثر كبير ونافع في المستقبل وتسرع السعادة في حياة الآخرين. أنا ما أحب أكرر نفس الكلام اللي أقوله شكله ما في داونلود ولكن لو تعمل لعبة حقيقية لعبة تبي تتروج عنها ما المفروض توصف الصورة البلاغية. الصورة البلاغية زي النكتة لما تشرح وش معناها يقل قيمته ما تصير تضحك. والصورة البلاغية ما عاد تكون فعالة يعني. ف ولكن انا جيم جام اتفهم الامر تبي توضح للجاج وللي يعطون تصويت ان موضوعك يتبع الموضوع سو اتفهم الوضع يعني. WASD TAB SPACE فWASD SPACE It's first person shooter. It's first person planter. FPP First person planter. FPP FPP بنرفعك عن طريق الانترنت. ما اقدر اقفز. Actually المباني is so simple إذا كوني بمباني في بوكيمون اللفة مرة sensitive. ارجع اساعد القطة لازم. تخيل تمشي في الشارع كده وتشوف لوحة كبيرة وجدار كبير وسور مكتوب ارجع بساعد القطة طبعا. بس هذي فيديو جيم that's alright but in the real life it will be really funny لو تشوف شيء زي كده. رجع وساعد قطة. وش قطة؟ اوكي او مان التحكم كان قاعد على كيس منام ماي كبير وعلى زلاجة على ده سيكل ابو عجلة واحدة ومغطى بالفقاقيع والصابون. That's how it feel to walk in this game. إذا كنت في لعبة first person shooter قديمة. ممكن تخس. لا شورك. وين أقرب حفرة ولا أقرب؟ ليش علقت؟ يا جماعة علقت. إي. اوكي المفروض استحت بالسلم. Freaking golden cat good for nothing.
سو يا التحكم بالبداية اقول كويس، بس لا والله تعلق في كل مكان، it's not it doesn't feel good لما تعلق في كل بيت. المنطقة ملوثة من دخان مصانع قمم بزراعة الأشجار للمحافظة على البيئة. والله زراعة الأشجار بالسهولة دي اختنقنا من كثر الأكسجين اللي بيطلعونه. ما ليش خايف ان التسجيل بيختلف لان المقفل مو شغال يا اخي، بالي اكون واثقا من البرنامج اكثر من كده. It's funny how to say that but ان التصاميم مره basic but I love it. I would love to play a game that have this kind of graphics actually. يعني يعجبني الجرافيكس البسيط زي كده. اضغط اي للاستخدام. الستايل حقي ما ادري يذكرني ببوكيمون، maybe that's why. كنت العب بوكيمون بكثرة لما كنت في متوسط ابتدائي. يا بوكيمون لعبة قديمة، بوكيمون ريد it's really old. ولا للاسف انتهت اللعبة. عجبني التصميم بس الجيم بلاي it required a lot it required a lot. يعني ما يمكن القطوة فيها شوي تحدي انك تحصل مكانه which is fine fine and fun، بس ركوب السلم ونزول شوي الشعور يعني النزول مني حتى ادري انه يبالي انزل عص تحت بس still شوي متعب. فيمكن الواحد يعلق هنا يعني. التحكم كأنك في فقاعة ماي it's not good، يبالي تحسين. There is not a lot of option there is not a lot of gameplay this is the only problem. يعني this is not a gameplay انك تجي هنا وتعلق على سبيس، ولكن نتفهم الامر انها جيم جام، ولكن في نفس الوقت احنا قاعدين نقيمها كلعبة مش كجيم جام فقط. So it need a lot of work من ناحية الجيم بلاي، يبالها تخطيط، يبالها كتابة على ملف وش اللاعب يقدر يسوي، وش الهدف، وش البلوت، وش العناصر اللي تحتاج برمجته، هل نحتاج كاتسين، هل نحتاج سيف سيستم، هل نحتاج بس ان التصميم نفسه يعني السمبلسيتي الحقه والستايل اتس اكشلي كوايت لافلي. مو لازم الالعاب تكون رسم واقعي او خرافي او this is good enough this is good enough this is lovely. يمكن الشيد او تاثير الشمس جميل بعد هو اللي يخلي ال so not bad but again the gameplay is not that great it need a lot of work. وحبة الخروج علق خلت اللعبة تعلق. So next game خبر الجيم كانت على البراوزر، فذلك يوم طفيت الجيم بالقوة طف الويندو نفسه. anyway next game شتلة الأمل من Deoxys. Deoxys موسم بوكيمون ده جيل الثالث. anyway not a lot of info in here. نشر السعادة بين الأطفال القرية شتلة الأمل. هذا الشيء ده كأني أنا شايف إنه مستخدم من قبل أو يمكن لأنه تكلم عنه في في الديسكورد بس يا شفت اكثر من محاولة استخدام شيء مشابه انه عكسي انه يراوي الالوان الحقيقية في المكان ده بس برا المكان ده يعمل لهم دم داون. ليه داونلود من Deoxys ديف that's it not a lot of description. يمديك تلعب على البراوزر بس على الاقل الصفحة يعني منظمة وجميلة الوانها. so let's take a look. اوكي نزلنا الجيم. made by unity. اوكي it's one of those. لعبة تشتغل على طول. شخصية بدون الوان. شخصيات قدام بدون الوان. او نو تحكم جوال. او نو There's no WASD.
هذه طبيعة اللاعب، دائما يبي يستكشف الأشياء. المطور ما يبي المكان يروحه. and look at that، المطورين يقول لك hey ما يمديك تروح هناك، روح المكان نبيه. screw you don't play around don't goof around don't monkey around. أنقذنا أخت الصغيرة، صارت ملونة. and قتلنا أخت الصغيرة. لا أحد بعض. she's out of follow. يعني الأفضل ما ننط برا الكليف. not a fan not a fan للتحكم بالجوال. يعني حتى لو اللعبة مصممة جوال وتحطها في بي سي، I know البورتنج شي متعب، الأفضل عمل تحكم خاص للبي سي. Again, I know it's a game jam, but we are talking about real games. If you're gonna make a real game, اعمل تحكم مختلف, because this is not fun. بالذات للناس اللي متعودين على العاب دوس ما كان عندهم جوالات عشان يلعبوا عليها اصلا. او جوالات تلعب عليها غير لعبة الحية. didn't I save you already? كأن الدائرة كبرت. اي فري نعم نفتح روضة اليوم. والله ما ادري قاعد يلحقون ولا لا. I have no idea. ولا ادري كيف الف الكاميرا اصلا. زين باقي واحدة. هذا كي جيت. اقدر اقل مهمات من هنا او something. almost كأنها لعبة point and click بس 3D. الميوزك المخفض السماعة لآخر درجة فما أسمعها، بس في دك ميوزك بالخلفية. and I'm lost already. مع أن عندنا في شوارع كبيرة ولونها واضح. but look at that we found one. مو انا نطيت بس قاعد احرك الماوس and he's automatically doing this stuff. I don't know how much work انوضع عشان تعمل الشخصية تنط وتتحرك وتركض بحركة الماوس. That's definitely a lot of work. unfortunately بديت أمل already. بس الألعاب زي كذا ليها سوق، في ناس يحبون الألعاب الهادئة. بس عادة we will talk about that after the game. yeah I'm kind of lost unfortunately. but look at that we found another. and we found another again by mistake. let's continue walking. فايدة حصلتهم الضايعين وانا ضيعتهم.
فاينالي زين والله ما شفته حتى بالصدفه شفته ولعت and they are not even following me, they are far far away. Is that it? Are we fine? Anyhow, وين كنا؟ الشغل جميل والله في الجيم بلاي بس في عندي عدة ملاحظات منها مثلا ما في هاد ما في معلومات على الشاشة زيرو هاد which is fine في بعض المطورين بالذات اللي يجون من خلفية سينما من خلفية إنتاج أفلام حاولوا يعملوا العاب من زمان بدون هاد عشان يعطوا لك وجهه سينمائيه وتشوف الشاشه كل اللي تشوفه في الشاشه تشوف الجيم بلاي ومقاطع سينمائيه يعني انك اوت اوف ذا وورلد اعتقد ما كان في هاد في عندك بعض الالعاب على بلاي ستيشن 2 اللي جايه من اساس افلام ويعوق رسومات او وش اللعبه اللي كلاسز سمثينج كلاسز شادو اوف كلاسز اعتقد ما كان فيها هاد بعد او كان فيها شيء بسيط يمكن مقياس طاقه او سمثينج فهذا الشيء متبع هنا بس للاسف انا معناه ما في معلومات ما في ميني ماب اللعب سهل يضيع او ما في عدد الاطفال تبي تنقلهم هذه نقطه فنوع من التضحيه دي سو اذا كان اللعبه ما فيها هاد الافضل يكون ان الجيم بلاي ما يضيع اللعب That's what I'm trying to say. So it's a challenge. It's a challenge to implement. شيء يعني تحدي انك تطور اللعبة بالشكل ده. الشيء الثاني الشيدر المستخدم والله جميل يعني لان الخريطة جميلة وتصميم المدينة جميلة. ولكن الشيء ده كأنه جاب نتيجة عكسية شوي. الارض جميلة وشكلها جميل بس تخلص الجيم ما يمديك تتحرك. That's it. فما يمديك تشوف العالم ملون بشكل الكامل يعني. نفس الشيء تصميم المدينة إذا كان جميل بس الشيء اللي يمنعك إنك تشوفه لأن معظم اللعبة معظم الكاميرا معظم الزاوية اللي تشوفها كل شيء مظلم you lose that beauty or maybe this is يعني واحدة من أهداف اللعبة إن الجمال موجود في وسط النيجاتيف سبيس So it's kind of work but it's kind of a shame ان ما يمدينا نشوف المدينة بشكلها بكامل ما يمدينا نشوف غابة او something بشكل كامل ف هاي نقطة ثانية النقطة الثالثة العاب اللي زي كده point to click walking عادة female oriented عادة البنات يلعبونهم اكثر او الماركت مصمم البنات اكثر العاب بازل خفيفة point to click شوف الشيء الضايع شوف الشيء السيم الفروقات الامور دي فعادة يعملوا حتى الشخصية اللي تلعبها بنت مو لازم ولكن عادة يعني زي ما الاولاد يفضلون يلعبون باولاد البنات يفضلون يلعبون بنات يعني وعادة لما الالعاب دي فيها مور ستاف يعني مثلا فيها بازلز فيها قراءة فيها ديفلوبمنت تسوي شيء وشيء ثاني يصير في تطور في بروجريسيف هنا تنقذ الطفل ويلحق there is not a lot of progressive ويا ليت تلحق زي الناس بعدين عنك سبعة ميال يعني so there is a lot of point that could improve the game but in the same time there is a lot that's working in its favor يعني اللعبة ما زالت جميلة عذروني قاعد اتكلم بانجليزي بكثرة احاول قدر الامكان اتكلم بالعربي ولكن هذا وضع الدنيا well done Next game. Next game, Cropfield Dungeon من مين؟ داخن. I have no idea how to read your name. I'm sorry. يمكن هنا nope نفس الاسم. فالصفحة فيها أشياء تتحرك، فيها فيديو، فيها عرض thumbnail للصورة. ترتيب الوان good it's really good افضل بكثير انك تعمل صفحة فاضية بالطريقة دي تقنع اللاعب تعطي اللاعب فكرة اولية كيف شكل اللعبة وين تلعب والتحكم perfect
ما يحتاج حتى وصف اللعبة، لأن الوصف هذا هو بصراحة كل مرة تقلل عملية الإفورت للاعبين يشوفون لعبة كل مرة أفضل. للأسف إحنا في عالم كسول يعني. فوفر أنا إنه وش كيف اللعبة اللعب وضع ونقف بيرفكت. أول واحد أشوفه حاليا يعني أعتقد أول واحد أشوفه في الأسابيع الماضية يعمل حركة جميلة زي كده، وصف لك لعبة كاملة بصورة ونقف. فواز ماوس كليك ام تو ميوت ذا ميوزك اند اف فور فول سكرين. ف جيم ميكر ستوديو انترستينج، من زمان ما شفنا اشياء من جيم ميكر. A game about a regular farmer who is trying to plant his crops and fight monsters at the same time. The game features 20 levels. ما شاء الله. ف it will be nice لو حط هنا الستوري او about the game فوق ال داس. هذه النقطة الوحيدة. لا لازم امسك عليكم نقاط، لازم لازم في شيء سيء، لا لازم في. فهذه النقطة الوحيدة يعني الصيدة في الواقع، لأن جاي بحقره وجاي بروح اشغل اللعبة لاني ما انتبهت انه في about، يعني في هنا control بس ما في هنا about. بس anyway enjoy thank you. فالاسم ما اعطيته اسم اللعبة هنا crop field اسم البروجكت. حلوة لعبة من تطوير جعفر حف، حتى بالعربي ما هقدر اقرا. حفان حضان حخان I can't read it I'm sorry. لا اسم العيلة غريب علي فذاك ما اقدر اقرا. I never seen it before. أريد قال لي التحكم بالكامل ده أريد نسيته ما أدري إيش سوينا. ما عندي ذخيرة. وين الميوزك؟ أو سوري. أوه تعلق على سبيس. أوكي أوكي. أنا ضغط سبيس عدة مرات. غريبة مزارع غراب دكني بيك مانثر. خلي الشاشة ترجع. لما قلت لي 20 مرحلة أتمنى إن مو هذه تعتبر مرحلة كاملة. أو بوي عشرين مرحلة كده شكلها يعني. okay. وش يصير لا حاول ازرعها وحش موجودة. هل في بونس؟ هل في شيء؟ زاد طاقتي اشوف واحد يوم زرعته. اوه طلعتنا هذا سارق الشتلات والبدور. انتبهت انه ما يأديني. ما جاء سارق الشتلات والبدور هذا هو كان النقطة جانا إيه. And I died. أنا كان تركيزي. كويس إن حاط المدفع في مكان يعني ما يصيدك وما يبهدلك عشان يراويك ترى في مدافع بتجيك قدام فما كنت غثك يعني. المو كويس إن السلايم قاعد يظهر بدون إنذار. ما في انيميشن يندرك. هذا وجود الازعاج فقط.
اي هذا الوحش موجود في زي ما قلت لكم موضوع موقع شوي مزعج اكثر من قبل. What the heck was that? Okay. To be honest بديت أمل من الجيمر يعني أو يعني بديت أمل جد so I kinda don't care anymore. بس خليني أخلص الدوجة على الأقل. ما يموت ده خوف. قنابل اوكي اوكي في تحديد للقنابل بس والله ما ينشاف بسهولة. المربع مرة صغير. بالذات لما يكون على البقعة بنية يعني. زي التربو. ممتاز خلص الدور ومت. I don't care anymore, just either finish the level or die or something. قدامي دقيقة تبغى اللعبة أكثر من كذا. ممتاز قنابل أكبر. نخلص الدور وننهي الاختبار. Yeah, I'm sorry, but الكيرل حقي خلص. The game is fine, but it needs a lot of work من نواحي
مو من ناحية رسم، مو من ناحية تحكم، وإنه من ناحية الجيم بلاي، الجيم بلاي. It doesn't feel good. كل اللي أسويه على الأقل يمديني أعمل escape. يعني مشكلة اللعبة كل اللي قاعد أسويه أتحرك وضغط بالماوس، الماوس ما نهادنها، فالشي مع الوقت يكون ممل، ما في تنويع. وش المشكلة؟ ما في ذاك التاكتيك اللي يخليك تفكر هل أقدر أسوي كده ولا أسوي كده. فقط جاوز اطلق، جاوز اطلق، جاوز اطلق، حاول تخلص من جميع وتزرع النبتة. مثلا النبتة وش تفرق إذا زرعتها والوحوش موجودة أو الوحوش مو موجودة؟ المفروض اللاعب تعطيه ريورد على حسب صعوبة الشيء اللي يسويه. ما في أي آيتم للاعب، فهذا بعد شيء يملل. يعني مثلا لو توضع ميكانيك ريلود للعبة، اللاعب في ذاك الوقت ما بيطلق عبث، بيطلق فقط في الوقت اللي يحتاج يطلق، ولما يعمل ريلود ما يقدر يتحرك. هنا يصير في تاكتيك، يصير في تخطيط، يصير في تفكير، يصير في جيم بلاي. وفي نفس الوقت يصير في فرصة ان تحط ايتم للاعب او اكويبمنت، او يعني تعمل تفرع للاشياء اللاعب اللي يقدر يسويها. اللاعب لازم تفكر فيه وش قاعد يسوي في لعبتك حاليا. كل اللي قاعد يسويه معلق على الماوس وقاعد يتحرك، ما في تجاوز، ما في صد، ما في ايتم شيلد. There is not a lot to do. Just shoot and move, shoot and move, shoot and move. فمع الوقت اللعب كنيمان وما في rewards. ما تحس انه لما تقتل الوحش ممكن يصير شيء. ثاني شيء الوحوش يظهروا فجأة ما تدري وين مكان، فيفضل تعمل warning, particle effect او animation او something قبل ما يظهر الوحش، او الوحش يكون شفاف وفجأة يظهر وبعدين يقدر يأدي اللعب. اما ان يظهر فجأة ويأدي اللعب على طول لان اللعب ما درى، ما يدري، ما يقدر يتجاوز، الوحش ظهر في المكان اللي واقف فيه، هذه تعتبر خطأ من الجيم لأنه ما تعتمد على السكيل، وإنما تعتمد ما أدري إذا عشوائيين ولا لا. إذا عشوائيين تعتمد على الحظ، إذا ما عشوائيين تعتمد على الذاكرة. فيحس اللاعب إن الخطأ من اللعبة، ما يحس الخطأ منه إنه هو صاد الضربة. نفس الشيء القنابل علامة صغيرة في الأرض ويطلع الانفجار. يفضل لو تعمل التحذير نفس حجم الانفجار وين المكان الخطر، عشان اللاعب يتجاوز مكان الخطر بالكامل بدل ما يحاول يحفظ حجم الانفجار. يعني فتصير لعبة تعتمد على سكيل اكثر ما يحفظ، لان اللاعب عادة يبي يلعب يحس انه هو حريف وهو مبدع في اللعبة اكثر ما يحس انه انا ما ادري كم حجم الانفجار، خليني العب 100 مرة يمكن احفظه يمكن انساه بعدين. فتعطيه فرصة اني يتقلل عملية التفكير ويعتمد على المهارة أكثر وسرعة الرفلكشن، faster reward على قولتنا. Yeah, other than that, nothing wrong with the game. It's just lacking more options. Lacking تفتقد إن تخلي اللاعب عنده خيارات أكثر أشياء يعملها عشان يحس إنه قاعد يلعب لعبة بدل ما هو نفس الشيء يسويه طول الوقت الشيء كله لو عادي مل. فاحنا اختبرنا 6 ألعاب. ما طفت الكهرباء، يبالي اطفي الفيديو قبل ما تطفي بسرعه. فشكرا لكم متابعه، ونراكم مره اخرى.